يختتم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فعالياته بحفل للمطربة مي فاروق على مسرح النافورة. وكان المهرجان قد حقق على مدار 13 يوما مجموعة من الأمسيات والليالي الثقافية لكبار الفنانين والمطربين والملحنين، والمزيد في هذا السياق يستعرضه لنا مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. نعم مشاهدينا الكرام، بعد التحية بالفعل يودع مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية جمهوره وزواره من أنحاء مختلف الوطن العربي ومن جميع المحافظات الذين جاءوا على مدار 13 يوما للاستمتاع بالأمسيات والليالي الثقافية والترابية التي قدمها المهرجان. 13 يوما وجبات دسمة من الفن المصري الأصيل والفن العربي. شارك في هذا المهرجان أكثر من 113 فنانا من مختلف الدول العربية في أمسيات مختلفة للتعبير على أصالة الفن العربي الكبير من هنا من مصر ومن دار الأوبرا المصرية. حفل الختام اليوم تحييه الفنانة مي فاروق بمجموعة كبيرة من باقة مختارة من الفن العربي والمصري الأصيل، ستقدم خلالها مجموعة من أغاني كوكب الشرق سيدة أم كلثوم على مسرح النافورة الذي ازدحم اليوم بمجموعة كبيرة من الزوار ومن الجمهور للاستمتاع بليلة الختام. كان أيضا من فعاليات مهرجان القاهرة للموسيقى أو مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية أيضا تكريم 19 شخصية والذين أثروا في الفن المصري الأصيل. نتحدث عن الملحن الكبير أحمد الحجار وأيضا حسين السيد. إذا مشاهدينا الكرام، مهرجان الموسيقى العربية نجح في تقديم وجبة دسمة كبيرة من الفن العربي المصري، واحتضن أكثر من 113 فنانا من مختلف الدول العربية في مشهد يؤكد على أصالة الفن العربي والمصري وبشكل يليق باسم مصر في مجال الفن والطرب. أعود إليكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام.